عدد كبير من الناس ينتظر عودة دايلر للسوشيال ميديا بفارغ الصبر، خاصة بعد ما نشر دايلر صورة ترويجية لأغنيته الجديدة اللي راح تكون بعنوان فاضي. توجهت لمخرج أغنية دايلر الجديدة محمد العسيلي وسألته مجموعة من الأسئلة حول جديد دايلر وعودته القريبة، من بينها كانت ما نوع الأغنية؟ وكانت الإجابة نوع الأغنية بتكون حزينة ومختلفة عن جميع الأغاني السابقة. فشفنا عدد كبير من أغاني دايلر اللي كانت حزينة مثل آسف، رسالة، جريمة وحبك مات، فكيف ممكن تكون مختلفة بنظركم؟ أما السؤال الثاني فكان عن موعد نزول الأغنية والإجابة كانت كتير صادمة. موعد نزول الأغنية قريب جدا، أقرب مما تتخيل. فهون بنوصل لسؤال سألوا الآلاف من الناس، وهو هل يعني دايلر رح يرجع من جديد للسوشيال ميديا بعد إصدار الأغنية؟ فكانت الإجابة إن شاء الله رجوع دايلر رح يكون قوي جدا ومختلف في أغانيه. جواز بالغرام والمورا تنتلب في السنين. وأفادنا المخرج بخبر حصري لجوك تي في، وهو أنه الفيديو كليب حيكون مختلف عن أي فيديو كليب صور في الوطن العربي كله، وإن شاء الله بيكون مفاجأة للناس كتير. مين منكم متحمس لعودة دايلر؟ اكتبونا رأيكم بخانة التعليقات.